like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come, let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die. احمد الصعدي مصمم ازياء اول مره بيشرفنا وينورنا في ساعه مع الشريف، وزي ما انتم شايفين متخصص في السواري والجران سواري وفساتين الافراح والخطوبات، والنهارده مشرفنا ومنورنا. اهلا وسهلا بيك. نطقت الاسم صح؟ صح مظبوط. تعقدتني. لا لا صعب. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. طب بما ان انت مهندس كمبيوتر، ومهندس الكمبيوتر لازم يبقى فنان شويه وتالنتد برضه شويه عشان يعرف يتعامل، بس قول لي الفرق بين التعامل مع الاجهزه والتعامل مع القماش والديزاين والتصميمات والكلام ده. يمكن دايما في الهندسه بيبقى في رولز اكتر، بعكس لما واحد بيتعامل مع حاجه فيها ارت زي الفاشن، ما فيش باوندرز، ما فيش ليميتس، ما فيش رولز معينه الواحد لازم يلتزم بيها. بالعكس، كل ما الواحد يبقى كرييتيف، كل ما بيقدم حاجه، كل ما بتبدع، كل ما بتبقى احسن بالزبط في المجال. طب مين اصعب، انك تبدع وانك تخترع وتعمل الشغل الحلو اللي انت عامله ده، ولا تبقى بتشتغل مع جهاز واحد زائد واحد بيساوي اتنين؟ بالنسبه لي يمكن الفاشن اسهل، لانه ممكن يكون الناس تانية اصعب، بس هي يمكن الصعوبه اللي فيها ان الواحد يكون دايما يونيك، ما بيقدمش حاجه، دايما يكون بيقدم حاجه مختلفه، حاجه جديده، مش كوبي من حاجه، مش باين شغله على حاجه دايما. ده يمكن الحاجه اللي صعبه فيها. خليني احمد اسالك، ازاي اكتشفت في نفسك الموهبه دي ان انت ممكن تعمل كولكشن، تعمل تصميم ازياء وعامل حاجات صعبه مش سهله؟ اكشولي يمكن والدتي هي السبب في الموضوع ده. هي يعني بتحب الخياطه كانت طول عمرها، فكنت دايما انا بحتك باللي هي بتعمله وبقول لها رايي وساعدها وكده. ومن ده قدرت، كنت عندي اهتمام قوي ان انا اعمل تصميم، اشتغل في تصميم الازياء. اوكي، احنا بنشكرها انها خلت فنان زيك يصمم ازياء حلوه كده. والفيسبوك بيج والحاجات السوشيال ميديا الخاصه بيك
معانا على الشاشه دلوقتي. طيب كل مصمم ازياء بيكون عنده اتجاه، عنده لاين، انت ايه اللاين او الاتجاه اللي انت ماشي فيه؟ انا بحب قوي ان انا اشتغل في الاوت كوتور، اللي هي الحاجه الجاون اللي او الدرس اللي بتعمل مره واحده، خياطه راقيه. اه بالظبط، ويكون في فن، يكون في يعني ديتيلز او تفاصيل كتير قوي. اه بالظبط، ده الشيء اللي انا بحبه. وانا دايما بميل يمكن اكتر دلوقتي على الاقل للفرنش سيلويت، او زي مثلا، وبحب مثلا الاي لاين دريسز، وما اعرفش بقى ممكن اوصل ايه بصراحه التفاصيل ازاي تكنيكال. كل برضو ديزاينر بيكون عنده قماشه خاصه بيه بيحبها بيفضلها، بتبقى ماشيه او متناسقه مع تصميماته. ايه انا اكتر حاجه بحبها؟ الشيفون والتول. انا ملاحظ بشتغل طبعا بكل الفابريكس، بس لما بعمل دايما كولكشن يعني بتاعتي اعرضها للناس، مش حاجه باي اوردر، مش حاجه كاستم ميد، دايما بميل قوي للشيفون والتول والساده بالظبط، السوليد كولرز، الالوان اللي انت بتعمل مضيف فيها صعب، فمش محتاج ان تبقى حاجه امبريمي. طب عايز اتكلم عن الحاجات اللي شفناها معاك دلوقتي. شفنا فستان فرح، وشفنا فستانين، واحد اسود وواحد اخضر. عايز تتكلمنا عن فستان الفرح اللي شفناه. الكولكشن دول كانوا من كولكشن اسمها اوازيس ميرفيوز، او يعني الواحة المختلفة أو الحلوة أو كده. كنت مركز قوي فيها إن دايما يكون فيها جولد في معظم الدرسز، يكون فيها جولري أو حلي ميكسد مع أنت اللي مصمم التاج أو الحاجة اللي كتبتها في الموديل. بقالي دي تاني كولكشن، أحاول أدخل دايما كولكشن فيها جولري مع الكولكشن نفسها. طب هو الفستان من فوق مشغول سيرما ولا مشغول إيه؟ أنهي الأسود؟ فرح. لا ده امبرودر، تطريز عادي. تطريز عادي. وانت الفستان الفرح كله، انا هو معانا على الشاشه دلوقتي، كله تول. كله تول. هو دو بيس او تو بيسز، تعطين السكيرت المنفوشه الكبيره دي قوي بتتشال، وبيبقى دراس تاني بعد والله. فتره بيبقى لونج شورت، بيبقى دراس قصير طويل عشان تعصر اصبع او كده. حلوه الفكره دي. اوكي طيب الفستانين بقى التانيين اللي هو الاسود والاسود، هنبتدي بيه. اللي يارا كانت لابساه ده بليسيه كله، مش كده؟ اوكي. والجولري اللي فيه دي جولد بليتد، كلها معموله هاند ميد، وفيها اللولي يعني. اوكي. الفستان اللي بعديه اللون الاخضر، وانا بحب قوي اللون ده في السواريز الحقيقه، بشوف انه كمان فيه بهجه. هو اكسو ده يمكن اكتر دراس مميز في الكولكشن ديت بالنسبه لي يعني. هنا الاكسسوارز اللي فيه، الفستان ده فيه حاجه تحس انه الف ليله وليله شويه. مش عارف صراحه. اوكي. جايز بس هو فعلا كنت حابب ان يكون في طريقه عربيه شويه. ما يكونش الحاجات الاكسسوارز يكون مودرن، وفي نفس الوقت يكون في لمسه عامل ميكس كلتشر بتاعتنا. بالظبط كده. طب احنا كده شفنا اول جزء من فاشن شو الخاص باحمد السعدي، نشوف الجزء الثاني والمودلز دي اتفضلوا. Mm.
الالوان برضو في السواريه تبقى حلوه. بس احنا عندنا كتير قوي في الافراح بنلاقيهم مصممين على الاسود. لا يمكن انا اكتر بميل لا انا مش بتكلم عليك انت، انا بتكلم على البنات والسيدات بيستسهلوا يلبسوا الفستان الاسود طبعا، لانه الاسود بيليق على اي حاجه واي حد يعني، فدايما الاختيار الامن دايما لاي واحده. فاكر اول فستان انت صممته او عملته؟ طبعا. ايه؟ كانت لا كان هو كان كنت اول ما ابتديت كان عندي باند كده، ما كانش ميزون صعبي، فكنت دخلت جوه الكولكشن كده، ما كنتش انا اللي بعمل ديزاينز، فدخلت كان تو كوتس حاجات شتوي بالطو. اوكي. كان دول اول حاجه يعني اقول ان هما دول الديزاينز بتاعتي تمام، كنت فخور جدا بيهم وقتها. شيء جميل. طيب انت درست شويه ديزايننج وفاشن؟ اول ما ابتديت اشتغل بقى فيري بروفيشنال يعني، واعمل وديزاين كل حاجتي وكده، ابتدي اخد شورت كورسز وان شاء الله اني اكمل اكتر. اوكي. مين المصممين العالميين؟ ده السؤال اللي بسأله دايما للمصممين الجداد اللي معايا. أوكي. بعد إذنك طبعا. لا طبعا. المصممين نتكلم في مصر، بتحب تشوف مين، تتابع مين؟ طبعا في كتير في مصر. يمكن لو حد بقاله فترة شغال ميزون إي أو ياسمين يحيى. لو من حد من الناس اللي زي كده بقالهم كام سنة شغالين، وإنهم أصحابي كمان كتير، نورين فرح ورفيق زكي وفيفيان معوض. ايه ده احنا عايزينهم كلهم يجوا تحفه. انت لازم تشوف عمرو جنة. على عمرو جنة لا لا لازم تشوف شغلهم يعني. فيري تالنتد. طب وعلى المستوى العربي؟ الي صعب، رامي العلي، زهير مراد. على المستوى العالمي؟ على المستوى العالمي فالنتينو. كنت متاكد انك هتبتدي بيه. راتلان روسو. كنت متاكد انك هتبتدي بيه. يعني هو فيري كريتيف شخص يعني، او هم يعني بيعملوا حاجات تحفه يعني، فاكيد يعني معظم الناس بتحب شغلهم. طيب برضه سؤال دايما بساله للديزاينرز، الماتيريال او الخامات انت بتلاقيها بسهوله ولا بصعوبه؟ يمكن في مصر الموضوع صعب شويه. مش دايما السوق عندنا مواكب للفاشن والترندز اللي بتطلع كل شويه جديد، فبنتعب شويه بس يعني بتهيألي الواحد كل ما يبقى كريتيف شويه بيقدر يلاقي حل للي هو حل. انت قلت لي ان اللي ساعدتك في موهبتك واثقلتك والدتك. طبعا. ايه النصيحه اللي بتقولها لك هي؟ هي شاطره قوي في التكنيكس، في انها نعرف ازاي نطبق ونصمم يعني، نقدم الديزاين. اوكي. نعم. انك تقدم الديزاين ان هو يتعمل يتنفذ ازاي. اوكي. تنفيذه. طب خليني اسالك على الثلاث حاجات اللي شفناها دلوقتي، ثلاث موديلات مختلفين عن بعض. نبتدي باللي معانا دلوقتي ده. جامب سوت. اوكي. الجامب سوت هي يمكن ترندي قوي السيزون اللي فات. اوكي. وفي هو شيفون وفي امبودري بصدف. اوكي. صدف. صدف بحر. اكشلي كانت الكوليكشن ليها علاقه بالبحر شويه، فكنت مستخدم في كذا دراس صدف حقيقي. اوكي. نشوف اللي بعده. بس انت الصدف هنا ملونه. ده لا هو ايه كده، انا يعني اشتريته كده. وبيجي الوان كتير اصلا. اوكي. الاصفر. الاصفر ده شيفون برضو، وفي امبرودري او تطريز في الصدر الفستان. اوكي. ونشوف اللي بعديه. ده لونه ايه؟ ده لونه كورل شويه سيمون يعني. انا شايف بطيخي. عشان انا جعان. على حسب اللايتنج. اللايتنج هنا مقصر قوي في ال عندنا انا شايف الشاشه بطيخي قوي. اوكي. ده ينفع خطوبه كمان مش قوي يعني. مش كل الناس ممكن تحب تطلع في خطوبه بالشكل ده. في ناس بتحب حاجه اليجنت اكتر. أوكي. مش ما فيش فيها كوتس كتير. اوكي. قصات كتير. انت النهارده شرفتيني ونورتني. لسه هنشوف بقيه الكولكشن الخاصه بيك، بس هننزلها على التتر عشان الوقت بتاعنا خلص. وانا بشكرك شكر خاص جدا مصمم الازياء احمد الصعدي. انا امبارح قلت اسمه غلط خالص بقدمه. بشكره على وجوده معانا النهارده. بنشكر والدته كمان. عايز تشكر اي حد تاني بيساعدك؟ يعني مراتي بالذات، لان هي يمكن اكتر واحده كانت واقفه جنبي قوي في موضوع ال. اوكي. احنا كمان بنشكرهم وبنشكر المودلز اللي كانوا معانا النهارده، يارا وسهيله واسماء. وبنشكر ميك اب ارتست عادل حمدي اللي عامل ميك اب للمودلز، والكوافير تامر ابراهيم واحمد ابراهيم اللي عاملين شعر المودلز. ما تعانيش النهارده من البدايه. عندنا اعاده 3 فجرا بتوقيت القاهره ان شاء الله. بكره عندنا في المطبخ ايمان السيد. بعد كده عندنا فقره طبيه مع استاذ دكتور محمد حامد، استاذ جراحات العيون وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا. بعد كده هنختم ان شاء الله بكره مع كاتبه وناشره وخبيره الابراج هاله عمر. بكره هنتكلم عن برج العذراء. يا رب النهارده بكره مصر بلدنا تبقى في احسن حال، ونشوف مصر ام الدنيا وقد الدنيا. وخلينا نختم باخر جزء من الفاشن شو الخاص باحمد الصعدي. وشكرا لكم. السلام عليكم. We'll be right back.